مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. قال وللبخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال من أدم يعني من جلد، الأدم الجلد المدبور، نعم، فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة موتي، ست حوادث بين يدي الساعة، نعم، موتي، هذا الأولى موت الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، ثم فتح بيت المقدس، ثم فتح بيت المقدس وقد فتح في عهد عمر رضي الله عنه، نعم، ثم موتان، موتان ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم. الموتان هو الوباء والعياذ بالله، الموتان هو الوباء الذي يموت الكثير فيه، نعم، ثم استفاضة المال، ثم استفاضة المال، كثرة الثروة هذه فتنة وهي من علامات الساعة، كثرة الأموال بأيدي الناس هذه من علامات الساعة، نعم، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ما يكفيه المبلغ القليل، 100 ريال، 100 ريال هكا الوقت ثروة، يقول يعطى إياها ولا يرضى، يبي أكثر، ما يقنع، نعم، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. هذه المشكلة، فتنة عامة تدخل البيوت، تدخل البيوت، والله أعلم، الله أعلم، إنه وسائل الإعلام الآن، وسائل الإعلام وهذه الوسائل الإنترنت وما أدري ويش تنقل هذه الشرور، تدخلها على الناس ببيوتهم، أنت ما رحت لها لكن هي جت دخلت عليك، أنت على فراشك عندك هالصنم اللي جنبك، حركه ويجيب لك كل شر وكل بلاء، هذه فتنة، نعم، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، نعم، هدنة تكون بينكم وبين الروم، بني الأصفر يعني الروم، بين المسلمين وبين الروم، ترك القتال بينهم، نعم، فيغدر الروم، الروم يغدرون العهد الذي بينكم وبينهم، نعم، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، يغدرون ويغزون المسلمين، يغزون المسلمين، لأن من طبيعة الكفار الغدر والخيانة، من طبيعة المسلمين الوفاء بالعهود، نعم، انتهى الحديث، نعم، انتهى الحديث.